بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنحاول نشرح الثري ادريس كود وحاجه اسمها التريبل او الكوادربل ريبريزنتيشن اوف كود. انا اسف بس المساله دي مش هتيجي كده الا باللي انت بتحاول يعني تبقى فهلاوي فيها عشان تعرف تحلها. وهنقول ازاي يعني انت انا ده اللي قدرت اوصل له هو صح ولا غلط انا ما اعرفش، بس هو ده الاقرب حاجه للي بتتحل في الامتحانات. اول حاجه بيديك سطر بالمنظر ده كده ويقول لك عايز حاجه اسمها ثري ادريس كود. اول حاجه ببص على البريورتي بتاعت العلامات اللي هنا، اول حاجه عندي ال A في ال C ناقص ال B في ال D، يبقى البريوريتي بتاعتي الضرب الاول بعد كده الطرح. طب الضرب بتاعي دوت اللي يحصل في الاول اللي هو F C، يبقى انا هحط هنا T1، يبقى انا دايما بشتغل بحرف ال T، يبقى ال T1 هتساوي ال A في ال C. طيب بعد كده عندي البريوريتي اللي بعدها الضرب الثاني اللي هو ال B في ال D، يبقى انا عندي T2 هتساوي ال B في ال D. حلو، اخر حاجه العمليه اللي عندي اللي هو ناتج الضرب اللي هنا طرح ناتج الضرب اللي هنا، يبقى انا عندي T3 بتساوي T1 ناقص T2. طيب بعد كده اخر حاجة ايه اللي انا اصلا هساوي اللي على الشمال باللي على اليمين، يبقى ال X بتساوي ال T3. طيب نيجي نحلها في امتحان تاني كده. عندي الكود ده، الكود ده برضو اول حاجة او البريوريتي اللي هيحصل في السطر الاول هو ايه البلس، يبقى هحط T1 بتساوي ال B بلس ال C. طيب بعد كده عندي اللي هو الاكبر من، يبقى انا عندي ال B زائد ال C دي بقى اسمها T1، يبقى اقول له في T2 بيساوي ال A اللي هي ديت اكبر من ال T1 اللي هو ناتج الجمع. حلو، بعد كده هعمل ايه ال F، يبقى F الفولس T2 يعني لو دي كلها فولس هيعمل ايه، هيروح على السطر ده. السطر ده دلوقتي هسميه L1، يبقى هقول له جو تو L1. حلو، ومش هكتب L1 دلوقتي لحد ما اكتب الاول لو ال F ده نجحت. طب لو ال F نجحت عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال A ناقص ال C اللي هتتعمل الاول. طب الدور على T كام؟ T3، يبقى T3 هيبقى فيها ال A ناقص ال C. حلو قوي، يبقى هنا يبقى ال A ناقص ال C في T3. بعد كده اساوي اللي بالشمال باليمين، يبقى ال A هتساوي T3. طيب هل في حاجة تانية في السطر عندي هنا؟ لا، يبقى انا كده خلاص ده كده لو ال F نجحت. يبقى انا عايز اطلع لو ال F فشلت، قلنا هنروح ل جوتو L1، يبقى هقول له حاجة هنا اسمها ليبل L1. جميل، L1 دي فيها ايه؟ ال B في ال C. طب ال B في ال C ديت يبقى انا هحطها في T4، يبقى عشان الدور عليه، يبقى T4 هتساوي ال B في ال C. بعد كده هساوي اللي على الشمال باليمين، يعني السي هتساوي تي 4. يبقى احنا كده عملنا كودين مختلفين لثري ادريس كود. ثري ادريس كود ببدا اشوف البريورتي بتاع الحاجات اللي بتمشي بالاول. اول حاجه هنا كانت الجمع عملناها وسميناها في تي 1، بعد كده القوس عملناها في تي 2، بعد كده الاف هنشوف لو ده نجح يبقى هخش جوه، لو مش هينجح يبقى هروح على حاجه اسمها ليفل 1. طب لو نجح هلاقي طرح هحطه في تي فوق، هحطه هنا في تي 3. طيب بعد كده هساوي اللي على اليمين بالشمال. طب لو فشل، لو السطر ده ما دخلتش فيه اصلا والاف دي كانت فشلت، فاروح لل L1، يبقى اسمي ليبل L1. بعد كده كان عندي ضرب حطيته في T4، بعد كده سويت اللي باليمين اللي على الشمال. طيب تاني نقطة بتجيلي حاجة اسمها كوادربل او تريبل. هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بستعمل الثري ادريس كود دوت وبعمل بيه الاقواس دي. كوادربل يعني القوس فيه اربع اجزاء، يعني جزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء هنا. طيب التريبل عبارة عن ادي جزء ادي التاني ادي التالت، وهو ده اللي احنا هنستعمل الفهلوة فيه شوية. يعني اول حاجه عندي لو هو اربع اجزاء، اول سطر دوت كنت بستعمل فيه ايه؟ بستعمل فيه الضرب، يبقى مالتيبليكيشن. مالتيبليكيشن دي كانت ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الاي وما بين السي، يبقى ادي الاي وادي السي. طب الناتج هحطه فين؟ هحطه في التي 1، يبقى هنا التي 1. طب السطر الثاني علامه مالتيبليكيشن يعني ضرب، يبقى هحط مالتيبليكيشن ما بين البي وما بين الدي، يبقى ادي البي وادي الدي. طب والناتج في التي 2. طيب ثالث سطر في الطرح، الطرح اللي هو ايا كان الاسم بتاعه ايه هنحطه هنا، التي 1 والتي 2 هحطهم هنا، هم دول اللي انا هطرحهم من بعض، والناتج هحطه في التي 3. طب الناتج الاخير كان ايه؟ كان ان دي بتساوي ده، يبقى هحط برده اي حاجه بتدل هنا. ما عرفتش يعني ايه بتساوي بالانجليزي، يبقى حط اي حرفين اي حاجه انت عندك تحطها هنا، اهم حاجه ان هي بتدل على ان هم بيساووا بعض. والتي 3 بقت بتساوي الاكس. يبقى هو دوت الكوادربل اللي انا بعبر عنه الكود بتاعي. طيب لو انا هعمله بالتريبل يبقى القوس بتاعي فيه ثلاث اجزاء بس. هاجي على السطر الاولاني، السطر الاولاني كان عباره عن ايه؟ عن اد البي والسي، يبقى هنا الاد والبي والسي. طيب السطر الثاني كان القوس ده، القوس ده بيعبر عن ايه؟ او القوس ده ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الايه وما بين الحاجه الثانيه. يبقى انا هنا الايه وهنا الصفر، ما اعرفش هحطها ليه، بس زي ما احنا متفقين احنا عايزين ناخد اي درجات في اي حاجه، فاحط هنا التي 1 او انت هت او لا لا خلاص انا فهمت. جميل، احنا عندنا هنا السطر دوت عباره عن ايه؟ عباره عن القوس ما بين الايه وما بين التي 1. طيب القوس دوت هنقول اي اسم بيعبر عنه ما بين الايه وما بين التي 1. طب التي 1 كان اصلا فين؟ التي 1 مش هي كانت اللي هو الاندكس الزيرو، يعني السطر دوت، يبقى انا هحط هنا الايه واحط هنا الزيرو، عشان التي 1 بتعبر عن البي زائد السي، والبي زائد السي موجوده فين؟ موجوده هنا، يبقى هنا الايه والزيرو.
طيب السطر اللي بعدها كان اف، كان اف بيعبر عن ايه وايه؟ التي 2، وهنا لو هينفع يبقى هيمشي، لو مش هينفع يبقى هيروح على حاجه تانيه اللي هو هينط، يعني مش هيخش السطر ده، هيخش على السطر اللي بعديه. يبقى انا عندي هنا الاف، جميل ادي الاف اهي. طيب التي 2 كانت موجوده في انهي سطر من دول؟ كانت موجوده في السطر ده اللي هو واحد، يبقى هكتب هنا واحد. طيب لو فشل هيروح على فين؟ خلي دي شويه. طيب بعد كده لو الاف دي نجحت يبقى هيخش على التي 3، التي 3 دي كان فيها ايه؟ طرح، يبقى انا هكتب هنا سبستراكشن اللي هي طرح. بعد كده الاي والسي، يبقى احط هنا الاي واحط هنا السي. حلو، بعد كده كان عندي ايه؟ كان عندي هنا الاي بتساوي التي 3، يبقى انا عندي هنا الايكوال او اللي هي الاساين، يبقى انا هنا هحط هنا الاساين. وهنا التي 3 دي كانت موجوده فين من اللي فوق؟ كانت موجوده في الخطوه الثالثه، يبقى هحط هنا الخطوه الثالثه وهنا الاي. جميل. طيب بعد كده كان عندي ليبل 1، ليبل 1 ده اللي هو كان فيه ايه؟ اللي هو ان انا لو كان الاف مش هخش فيها يبقى انا على طول هروح لحاجه بعد كده. طيب الحاجه اللي بعد كده ديت هي اللي انا هعمل لها التريبل بتاعي، يبقى هي كانت ضرب، يبقى هنا مالتيبليكيشن عباره عن البي والسي. حلو. طيب بعد كده كان عندي السي بتساوي التي 4، يبقى التي 4 اللي هي الساين، التي 4 كانت في السطر كام؟ التي 4 كانت في السطر بتاع المالتيبليكيشن اللي هو 5، فحطيت هنا الخمسه وحطيت هنا السي. طيب انا في حاجه ناقصه لي، ان انا قلت هنا لو الاف ما اشتغلتش هخش على طول على الضرب. طب الضرب بقى كام؟ الضرب بقى في 5، يبقى احط هنا 5. يبقى الضرب ده او الاف دي لو ما نجحتش اللي هي هنا الواحد، يعني لو السطر ده ما نجحش يبقى هخش على 5 على طول. يبقى احنا كده الحمد لله حليناها من غير فهلوه. يبقى احنا هنا اول حاجه بنعملها خالص ان احنا عندنا هنا بنشوف البريوريتي، البريوريتي بنبدا نقسم عليها الاعلى بستعمله الاول، او بمشي كده بالترتيب، الاي في السي هحطها الاول، بعد كده البي في دي هحطها، بعد كده الماينس هحطها الناتج بتاع ده وتنقص الناتج بتاع ده، وفي الاخر اساوي اللي على الشمال ويساوي على اليمين. وهنا زي ما اتفقنا اللي احنا عملناه. طيب بعد كده عايز اعمل الكوادربل، عباره عن ايه؟ هاخد سطر سطر وابدا انفذه. لو اربعه يبقى العلامه اللي انا هستعملها اللي هو اللي على يمين العلامه وعلى شمال العلامه والناتج بتاعي، لو هو تريبل بس يبقى العلامه اللي انا هستعملها واللي على اليمين واللي على الشمال. طيب هنا استعملت التي 1 والتي 2 كتبتهم على طول، يبقى انا عندي الشكل دوت كتبت بيه. لو انا مش عايز اكتب هنا التي 1 والتي 2 يبقى انا هرقمهم واستعمل الرقم بتاعي، يبقى انا هنا الواحد والخمسه دول بيعبروا عن السطر رقم واحد والسطر رقم خمسه والكلام ده كله. اتبقى نقطتين، لو عرفنا نوصل لهم لأي حاجة هنعمل لهم فيديو. يا رب الموضوع يبقى واضح، يا رب كل النقط تكون واضحة. بالتوفيق ان شاء الله وربنا معاكم.